شاركت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في سلسلة الحلقات النقاشية الخاصة باستدامة مهمات الفضاء والتي نظمتها جامعة غرب النرويج للعلوم التطبيقية. ومثل هذه المشاركة أو مثل هذه المشاركة سعادة الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء. هذه المشاركة تبين مدى حرص الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في تحقيق أهدافها وإنجازاتها المشرفة نحو إبراز المزيد من التقدم والتطور والازدهار في قطاع الفضاء في مملكة البحرين. إنجازات قطاع البحرين للفضاء لا تتوقف عند حد معين، بل هي ممتدة لسنوات متواصلة، حيث ضربت أبلغ النماذج المشرفة في الإرادة والتحدي والنجاح، وسطرت للعالم أجمع أروع الأمثلة في نجاح قطاع الفضاء من قبل شباب مملكة البحرين الطموحين الذي بلغ علمهم عنان السماء وحلق فوق السحاب، فيوما بعد يوم يحقق فريق البحرين للفضاء تطورا ملحوظا وكبيرا في قطاع الفضاء. وهذه النجاحات المتتالية ما كان لها أن تتحقق دون الاهتمام والدعم المتواصل الذي توليه القيادة الحكيمة للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ومنتسبيها، والذي وضعها أمام مسؤولية كبيرة لتقديم المزيد من النجاحات المتقدمة في مجال الفضاء والاستثمار في علوم المستقبل وتقنيات الفضاء، بما يخدم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي وضعت مملكة البحرين في مصاف الدول الرائدة في قطاع الفضاء. عملت الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء على ترسيخ علوم وتقنيات الفضاء من أجل التنمية الوطنية وتشجيع علوم وتطبيقات الفضاء وتطوير برامج أبحاث الفضاء المتقدمة والسعي لبناء القدرات وخلق قطاع فضاء جديد في مملكة البحرين، حيث عملت بشكل وثيق مع مختلف الجهات الحكومية لتحديد احتياجاتها والتخطيط لتوفير خدمات تقنية فضائية معززة للحوكمة والتنمية، وعملت مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز البحث والابتكار والتطوير في مجالات علوم الفضاء المتنوعة. بعد نجاح مهمة إطلاق أول قمر صناعي بحريني إماراتي مشترك، واصلت مملكة البحرين مسيرتها في هذا القطاع وبنت علاقات تعاون وطيدة ومشاريع مشتركة إقليميا ودوليا مع وكالات الفضاء والمؤسسات التقنية والصناعية والبحثية الناشطة في مجال علوم الفضاء، حتى أصبحت عضواً فعالاً في مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي واللجان المنبثقة عنه. واستكملت الانضمام الرسمي لثلاث معاهدات دولية معنية بالفضاء لتساهم بشكل نشط في تقديم الرأي القانوني والتقني لمكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي منذ انضمامها الرسمي. هنيئاً لنا هذا التطور الملحوظ في قطاع الفضاء يوماً تلو يوم، وسيبقى فريق البحرين للفضاء دوما مغتنم الفرص وسيبقى فريق البحرين للفضاء دوما مغتنم الفرص ومتغلبا على التحديات والعقبات ليرفع إنجازات مملكة البحرين من الأرض إلى الفضاء.